إذا كان في تأخيرات أو إذا كان عايز ياخد أجازات أو الكلام ده كله، كل ده من خلال الأبليكيشنز. معكم أحمد محمد عبد الرسول، مدير مالي لشركة فيصل للاستثمارات المالية. في بداية تعاقدنا مع شركة Ultimate Solutions قعدنا معهم وشرحنا لهم بالضبط نشاطنا، احنا استثمارات مالية. فوصلنا ان احتياجات الشركة بتاعتنا هم عبارة عن 3 موديولز في برنامج أونيكس برو. اول جزء اللي هو خاص بالإدارة المالية، والموديولز الثاني كان خاص بالأصول، والموديولز الثالث كان خاص بالاتش ار. من ضمن الحاجات الجميله جدا بقى اللي احنا شفناها التطور، فجاه كده ظهر برنامج او فيتشرز جديده بالنسبه للبرنامج، ابلكيشنز على الموبايل. في واحد خاص بالاتندنس، واحد اسمه الخدمه الذاتيه. الاتندنس دون ان الموظف عندك في الحضور والانصراف يقدر يستخدم الموبايل بتاعه كبصمه حضور وانصراف. بالنسبه للخدمه الذاتيه ده خلت الموظف يقدر ياخد اذن، او اذا كان في تاخيرات او اذا كان عايز ياخد اجازات او الكلام ده كله، كل ده من خلال الابلكيشنز اللي موجوده على الموبايل. ده يعتبر تطور ممتاز ورائع جدا بالنسبه للبرنامج ERP Onyx.